زبائننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الفيديو طلعت فيه أوضح لكم عن رجة الطنجرة، أسباب رجة الطنجرة. السيارة لما تكون من 40 إلى 60 تجيها رعدة كذا وبعدين تروح، أو من 60 إلى 80، بس بعد 80 تختفي تماما، ما عاد في رجة، هذه من الطنجرة. أسبابها أنك طولت على الزيت وصار فيه زيت متجمع ثقيل داخل الطنجرة، فالزيت يدخل من الجير بسرعة يوصل للطنجرة وما فيه مجال يخرج، فيصير رعدة كذا عبل ما يتحرك الزيت. هذه شغلتها طويلة. طبعا تقدر بعض إذا كانت في البدايات ونغير الزيت ممكن تروح، لكن إذا هي مطولة أو قوية جدا هذه ما نقدر نحسبها، ما لها حسبة. حسبتها إن إحنا نعمل فلاش وبعدين نعمل غسيل لما تطلع الألوان متشابهة، ونحط معالجات، كمية معالجات اللي هي خاصة بالرجة وبالطنجرة وبالقير. في حسبتها اللي بيتصل لي من بعيد ويسألني كم حسبة عندي رجة في الطنجرة وأبغى الحسبة، أنا ما أعرف حسبتها. هذه سبب زيت متجمع وسخان داخل الطنجرة، يبغى له كمية غسيل كبيرة. لما تصفى الطنجرة، لما تصير صافية، يمشي الزيت فيها بسهولة، تروح الرجة. يعني مرحلة الغسيل بتكون عدة مراحل، مراحل بفلاش ومراحل بدون فلاش، وعلى حاجة السيارة. احنا بكل مرحلة بندخل غسيل فيها وفلاش ونسحب ونشوف لونه عندنا في الجهاز. اذا ما ضبط اللون بنكررها عدة مرات، واحيانا بنطلع فيها نمشي فيها على الغسيل برا لما نحس ان الطنجرة ضبطت وصفت، انك نقول لك خلاص كذا الامور طيبة. متى ما قلنا الامور طيبة خلاص. وبالنسبة للجير اللي بيجيني، معنا مرحلتين فحص. الأولى إن إحنا نطلع على السيارة نجربها ونشوفها، إذا شفنا الجير سليم خلاص أموره طيبة. وبعض السيارات نضطر نفك الكرتير نشوف إذا في برادة حديد، أنا ما غامر، أرجع لك كرتيرك وأخذ منك شغل يدي حق فك وتركيب الكرتير وأقول لك الجير تعبان. إذا بغيت أعمل لك معالج يوديك فترة معينة، لكن الجير خربان، يعني ما خسر الزبون، ما غير له، ما كلف عليه. في ناس يجوني اقول له غيرك خربان ويقول لي غيره، اقول له خربان لا تخسر عليه، اللي بتدفعها في الزيت ادفعها في الصيانه، روح ادفعها في الصيانه. في هذه المرحله احنا نغير للزبون تحت مسؤوليه، لان خلاص انا قلت لك خربان خربان، خلي فلوسك هذه حطها للصيانه، وظب الجير او ضبطه. واي واحد بيجينا ما بيمر علينا كذاك، احنا عارفين الجير السليم وعارفين الجير خربان، بنفحص ونعطيك علومه قبل كل شيء. اما نقول لك غير واما نقول لك روح صيانة خلاص لا تخسر. يعني ما فيش حاجة احنا بتدخل عندنا على عمى ونشتغلها على عمى، احنا ما بنستلم السيارة لو احنا عارفين ايش فيها. في ناس يتصل فيني ويقول لي انا ابغى اغير زيت الجير وابغى ضمان. طيب انت تبغى تغير الزيت، الضمان على ايش؟ انا بسحب لك زيت قديم واعبي لك زيت جديد، ما لا بوضب جير ولا بغير جير عشان اعطيك ضمان عليه، يعني تغيير زيت. اذا جيرك خربان هو جيرك خربان من عندك ما هو من عندي، يعني أنت أهملت الجير وطولت عليه وعدمته لما صار فيه نتعات وحنه ورجه، وجيت تأخذ مني ضمان على أن أنا بنظف لك وأعبي لك زيت جديد.